وي انا جيت جلست شنو نقول لكم تكون بويلا سي دوماج كو غادي يوقف ولكن ابارامون انا دخلت دابا الفيسبوك وشفت واحد بلي راه باقيين عاد كيتظاهروا باقيين عاد كيتظاهروا à 17h40 ou la Jacchi que nous qui dors ou la 16h40 peu importe j'espère que ils vont continuer mais ils couchent modarat ils causent des peut être où le pôle واحد ما كاينش حل اخر العصيان المدني هو هذا ما تدخلش دارك بقى في الزنقه الدار غدا ما تخدمش وزيد وزيد وغادي لا بدا ما غادي هما يخصهم الحل ينوضوا شي عسكر اخرين اللي غادي يجيروا على القدام حتى ما تنساوش بلي حتى واحد اخرين كيستنوا غير الفرصه بحال هذه كيف داز دار داكشي كيف دا داكشي في جميع الدول. المهم انا اللي دابا خلي هذا الموضوع ديال المظاهرات بغيت علاش بغيت نتذكر معكم على قبل ماشي صراحه هذه فيديو غير قصيره ما تستناوش بلي غادي نبقى نشد الهضره ولا لا. قريت هنايا في واحد فين في الجريب في تياسا شنغريحة او اون فيزيت او زيميغا اغاب يوني. انا اللي كنستغرب ليه واش هاد الامارة واش ولات كتحكم هي اللي ولات في بلاصة فرنسا كتحكم في الجزائر كيما كان قبل تبون كان ديما وزراء ماشيين الامارات السلاح ديالكم كتجيبو على طريق الامارات ما كتجيبوش ديريكت على روسيا ما تفهمش ليا انايا هاد الامارات واش ولاو كيحكموا فيكم ولا كطيعوا ليهم وهما كمشادناش كان واحد البلاد صغيره وغاك كمشادن ديال الناس وداروا فيكم اللي بغاو ما يمكنش ليكم ديروا شي حاجه على الصعيد في بلادكم ولا في الخارجيه الا ما تستشروش مع الامارات. انا عييت من درس هاد الامارات اش دايره للجزائر اش كيفاه حتى ها هو شنغريحه قال لك سيدي غادي يمشي الامارات فوالا ماش كومبرو با لو جينيرال ماجور سعيد شنغريحه chef d'état-major par intérim de l'armée nationale, entamera ce jeudi 22 février une visite. قال لك اون في اون فيزيت اوز اميرا عرب اوني انونس لو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال دون ان كومونيكي. شي انا الامارات اللي ولاو كيحكموا فيكم ولاو كيسيروكم وحتى شي حاجه ما دار بلاد بلا بهم راه بزاف وبزاف بزاف قلوب الله حرام.